رغم ظروف الحرب التي يعيشها أهله بقطاع غزة واستشهاد بعض أقاربه وشقيقه، أبو عبيد طالب من فلسطين لم يفقد الأمل في إتمام مذكرة تخرجه كطالب دكتوراه بجامعة لمسيلة. أول مناقشة دكتوراه LMD لطالب فلسطيني وهو أبو عبيد، فنتمنى له بعد هذه المناقشة كل الرقي والعمل إن شاء الله. اتخذناه في هذه الجامعات، هم ربونا عليه بأنه سيكون لكم سلاح لتواصل القضية ويزيد من صمود وثبات شعبكم. الحمد لله أنه كان هذا التخرج هو سبب فرحة لعائلاتنا وأهالينا، حتى لو بالخبر أن يصل لهم بكل صعوبة، ولكن كان يعني خبر ليرسم البسمة على وجوههم في ظل هذه النكبات والأزمات. نتمنى من الله أن يفرج على شعبنا وأن يرحم شهدائنا. لم يتخلف طاقم الجامعة في مرافقة أبو عبيد لإكمال مشواره الجامعي ومناقشته لمذكرة تخرجه بشهادة الدكتوراه لشعبة الهندسة الكهربائية ومقاسمته الفرحة مع زملائه. أحبنا ونسيبي وصاحبي كل حاجة، وسمى أبو عبيد على أنه شهد الدكتوراه في ظل ظروف صعبة والأهل تحت القصف، واستشهد كثير من أفراد العائلة تاعته. عنده أخوه الشهيد الدكتور، أخواله والعائلة تاعه. نهني عن هذا النجاح، نشكر على طول أنه الجزائر يعني هي الجزائر واقفة مع الدولة الفلسطينية في المواقف تاعها. الجزائر على طول مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الظروف لأنه العائلة تاعه توفوا لزوج خاوته والخوال تاعه، لكن حاول أنه يمشي معنا في رسالة الدكتوراه، والحمد لله أنه توج بهذه الرسالة. رضيع يرفع السبابة وأبو عبيد يكمل الرسالة في بلده الثاني الجزائر، ليكون أول طالب فلسطيني يناقش مذكرة تخرجه كطالب دكتوراه بجامعة المسيلة.